إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات ومن النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن تقواه عروة وثقى، من اتقاه كفاه، ومن توكل عليه كان عونه ومولاه. أيها الإخوة في الله، وقفت وقفتنا في هذا اليوم مع سؤال يوجهه جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل المعروف، قال: فأخبرني عن الإيمان. هذا جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، بعد أن سأله عن الإسلام، سأله عن الدرجة الثانية العلية الرفيعة عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. يجيب نبينا صلى الله عليه وسلم إجابة واضحة صحيحة، ويصدقه جبريل. ولماذا السؤال عن الإيمان؟ ولماذا يذكر الله عز وجل الإيمان في كتابه في أكثر من 100 مرة؟ ولماذا يعاتب الله عز وجل أهل الإيمان ويخاطبهم في كثير من آياته ليربوهم
أيها الأحبة في الله، إن مصيبتنا في هذا الزمان أن كثيراً من الناس يتكلمون عن أسباب الفقر والهزائم والخوف والقلق، ويذكرون أسباباً بعيدة جداً وينسون السبب الرئيسي ألا وهو ضعف إيماننا. أيها الإخوة في الله، إن أولئك الرجال الذين آمنوا بالله عز وجل كانت لهم أحوال، يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم: والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ويقول سبحانه وتعالى عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أهل الإيمان يخافون من الذنوب التي تخدش هذا الإيمان، من الذنوب التي تنقص هذا الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أيها الإخوة، هذلكم المؤمن الذي يخاف على إيمانه، يخاف على إيمانه أن ينقص، فتراه مسابقا إلى الخيرات، فتراه عاملا بالواجبات مجتنبا المحرمات، وإلا إذا نقص الإيمان فترى أعراض نقصه بين الناس: سوء في المعاملة، وأكل للحرام، وعقوق للوالدين، وقطيعة للأرحام، ومعاصي بأنواعها وأشكالها. سبب هذا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا بعض أحوال أهل الإيمان في الدنيا، فيقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إلى الخائفين الذين أخافتهم الحوادث والكوارث، أين أنتم من المسابقة إلى ظلال الإيمان؟ أين أنتم من زيادة مؤشر الإيمان في القلوب؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي يستطيع أن يحل الأمن؟ إنه الله عز وجل. من الذي ينشر ظلال الأمن في المجتمعات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولا أمن بغير إيمان، ولا أمان بغير إيمان. إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا إذا لم نحي دينا.
إذا الإيمان ضاع فلا حياة ولا دنيا إذا لم نحيي دينا. الإيمان الذي يوقظك إلى صلاة الفجر في الجماعة، الإيمان الذي يحجزك عن أن تنظر إلى الحرام أو تستمع للحرام، الإيمان الذي يطالبك أن ترد حقوق الناس، الإيمان الذي يحجزك أن تقضي بين الناس بالباطل، الإيمان الذي يحجزك عن أن تتاجر بالحرام وتبيع الحرام وتغش المسلمين، الإيمان الذي يردعك عن المعاصي والمحرمات والفواحش والمنكرات. هذا الإيمان الذي ينفع أصحابه في الدنيا والآخرة، فيكون لهم النصر ويكون لهم التمكين. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يدافع، وإذا كان المدافع هو الله فممن تخشى أيها المؤمن؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحانه ما أكرمه. وذنون إذ ذهب مغاضبا، يونس عليه الصلاة والسلام، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يا أيها المغموم، يا أيها الحزين، يا أيها المديون، يا أيها الفقير، يا أيها المريض، تأمل قوله سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، فأي كربة تقف أمام هذا القول؟ وأي كلام وأي مكر وأي كيد وأي فقر يقف أمام هذا الوعد من الله عز وجل؟ وكذلك ننجي المؤمنين، لأن يتوهم أحد أن النجاة والعزة والتمكين والفرج للأنبياء فقط. قال سبحانه: وكذلك ننجي المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيها المسلمون، لما لا يدافع الله عز وجل عنا؟ لأن إيماننا ضعيف ويقيننا متدهور وأعمالنا سيئة ومعاملاتنا أسوأ إلا من رحم الله عز وجل. أما إذا كنا أهل إيمان حقيقي، الله ولي الذين آمنوا، وليهم يتولاهم في كل حالة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من كل ظلمة، من ظلمات الفقر والكرب والغم والهم والحزن، من ظلمات كيد الأعداء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحانه كيف يكرمهم عز وجل؟ يكرمهم بالثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبتهم سبحانه وتعالى بالقول الثابت، يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يسدد أعمالهم وأقوى لهم. ما أكرمه عز وجل، بل إنهم من أهل الجنة وهم من أهل الكرامة عنده سبحانه وتعالى. عباد الله، آية لو تدبرناها لعلمنا أننا محتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى غاية الاحتياج.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تأمل إلى قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. تأمل إلى المولى سبحانه وتعالى وهو يشيد بأهل الإيمان: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل صالحا من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم يا عباد الله، هذا الإيمان يصنع العجائب، يرفع أهله في الدنيا والآخرة، يرفعهم وينفعهم. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا، وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأقتلع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا. إن المجد الذي كنا عليه بناه أياد، بنته أنفس متوضية وأرواح مؤمنة محسنة متقية خاشية خاشعة. إنها النفوس المؤمنة. فيا عباد الله، ألا فلنرجع إلى ديننا ولنراجع هذا الإيمان في القلوب. كيف يسلك السالك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يسلك السالك حين يسلك وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي ينقص إيمانه في تلك الحالة. فيا عباد الله، إن أناس قصروا في تنمية الإيمان في قلوبهم فارتكبوا ما حرم الله عز وجل في الليل أو النهار. نظرت أعينهم للحرام، واستمعت آذانهم الحرام، ووعت بطونهم الحرام، وأشادوا بأهل الحرام، واتجهوا إلى طرقات الحرام، وارتكبوا الآثام. فيا عباد الله، الله بتنمية هذا الإيمان في القلوب، فإنه المصباح الذي إذا انطفأ خسرنا دنيانا وأخرانا، وإنه النور الذي إذا خبأ تعبنا في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، إننا عندما نرى إنساناً مقصراً في طاعة الله، أو مسارعاً إلى معصية الله، أو قاطعاً للطريق، أو قاطعاً للرحم، أو قاضٍ بين الناس بالظلم، أو مرتكباً للرشوة، أو ساعياً وآكلاً للربا، أو منتهكاً للحرمات، فإن هذه أعراض نقص الإيمان في قلبه. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام والإيمان والقرآن. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أوابين، لك مخطئ مخبتين، لك طائعين. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأعز الدين وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعلِ رايتهم وحقق غايتهم وأصلح بالهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل رصاصته في صدره، واجعل الدائرة عليه. اللهم إنك أنت القوي فاكفنا شر كل قوي، وإنك أنت الغني فاكفنا
اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق شملنا، اللهم أصلح عبادك أهل الإسلام ووفقهم للإيمان والإحسان. اللهم إنا نسألك ربنا أن تكشف الأمة وأن ترحم الأمة وأن تقضي الدين وأن تعافي المريض وأن ترد الشهيد. اللهم ارحم أمة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا ضعفاء إن لم تقومنا، ومهزومون إن لم تنصرنا، وجوعى إن لم تطعمنا، وعراة إن لم تكسنا، وضالون إن لم تهدنا. فيا ودود يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا من وسعت رحمته كل شيء ونحن شيء، فنسألك أن تسبر علينا واسع رحمتك. اللهم أسبر علينا.